وكنا بنتكلم على فكرة التمكين. أيوة. إزاي أقدر أفعل وأمكن بشكل متبادل الدولة والجالية، الدولة والعاملين بالخارج، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وما إلى ذلك. الحقيقة سؤال فخيم ممكن يتجاوب عليه في ساعات كتير، إنما خليني أقول لحضرتك إن أول حاجة لما دخلت المكتب حاولت إن أنا أحطها على الورقة والقلم، إن أنا يعني أعمل معادلة الدولة عايزة إيه من المواطن اللي بره والمواطن اللي بره أو المصري المغترب أو المصري المهاجر عايز إيه من مصر. فلقيت يعني حطيت نقطتين للمواطن ونقطتين للدولة. المواطن عايز دولة تبقى ظهره، عايز دولة لما يحتاجها بره تقدر انها تساعده، عايز تواصل دايم، ده النقطة الأولانية. اتنين، عايز لما اخلف او يبقى عندي احفاد ان انا اقدر استثمر لهم في مستقبلهم، اقدر ان انا ما بقاش خايف على بكرة بالنسبة لولادي واحفادي. مش كل المصريين المغتربين والمصريين المهاجرين واخدين ولادهم معاهم في دولة الهجرة، في كتير جدا منهم بيشتغلوا لعشرات السنين وولادهم وأحفادهم موجودين هنا، وفي منهم موجودين معاهم. إنما الملاحظ هذه الأيام إن في تفكير حقيقي بالنسبة لمصريين كتير في إن يعني ليه مرجعش، وده حاجة أنا نفسي فوجئت بيها. يعني فوجئت بيها، انا شايفاها انها مفاجاه مذهله ومفاجاه كويسه، مش مفاجاه من اللي هي تخض يعني. شايفه انها مفاجاه جميله جدا، لان الناس اللي انا اتكلمت معاهم دول مش ناس صغيرين ولا ناس يعني بساط ولا ناس يعني كده، لا، ناس محترمين وعائلات كبيره وعندهم وضعيه في البلد اللي هم فيها، وكتير منهم في دول غربيه خلاص ده مستقر وبتاعه، وانت مش متخيل اساسا هو يفكر بيرجع. انما التغييرات اللي بتحصل في مصر بتشجع ناس كتير على ان هي تفكر، يعني اتخاذ القرار دي حدوته تانية، بس بتشجع على ان الناس تفكر في العوده والعوده الحقيقيه. فالمواطن عايز استثمار وعايز ان هو يبقى موصول بالدوله وان الدوله تبقى في ظهره في اي حاجه هو محتاجها. الدولة في الجانب الآخر عايزة نفس الحكاية، يعني في هي هم نفس النقطتين، عايزة إن المواطن اللي بره يبقى سافرها في الخارج. صح. أنت حضرتك مش متخيل، أنت عندك أساساً السفرة بتوعنا اللي في السفارات وفي القنصليات في الخارج بيبقى عليهم دور عظيم، وهم أساساً بيبقوا سفرة 3-4 سنين وبيرجعوا تاني مصر، فما بالك بقى مواطن ب24 ساعة موجود في هذه الدولة وموجود، يعني أنت مش عارف أساساً إذا كان هيرجع ولا لا، هو موجود في هذه الدولة لأعوام طوال ومستعد إن هو يكون ليك سفير طول الوقت. وعايزة برضو إن هو يستثمر في ولاده وفي أحفاده فيها، لأن هذا النوع من أنواع التواصل بيخلق حراك، بيبقى لك علاقات من بره لجوه، وبيبقى لك إمكانية كمان إنك أنت تعظم من مصادرك، سواء هذه المصادر هي موارد بشرية اللي هو البني آدم ده في الحتة اللي هو فيها اللي بقى خبير بقى أستاذ بقى عضو فاعل في مجتمع آخر فبيجيب من الفكر الجديد بتاعه ليها، أو إن هو يستثمر في مستقبل هذه الدولة، هو يبقى عضو فاعل في المستقبل بتاع الدولة. ده برضو ترجمته مش بس ترجمة اقتصادية وترجمة سياسية كمان، إن أنت لما تيجي بأفكارك في غنى في الأفكار وفي حراك مجتمعي وفي جديد، إحنا دولة شابة وكمان عندك العناصر البشرية اللي بتدعمها في الخارج، مفيش أجمل من كده في الدنيا. فابتدينا نشتغل على الاتنين دول، والاتنين دول بيصبوا في التوجيهات اللي احنا خدناها أول ما تولينا المهام بتاعتنا الوزارية الجديدة. كان السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء، التوجيهات الأولى هو المواطن المصري. المواطن المصري، الربط بين التنمية والمواطن هو ربط
يعني لا ينفصل. الاثنين مرتبطين ببعض 100%. والأولوية الأولى هي المواطن سواء في الداخل أو في الخارج. أنا ليا الحتة بتاعت الخارج، فأنا يعني مسؤوليتي أقل، مسؤوليتي أقل من زمايلي، لأن الخارج بالنسبة لي يعني من 10-12 مليون تقريبا في تقديراتنا إحنا. فالمواطن بتاع الخارج ده عايز يرتبط بالدولة، عايز دولة تدعمه، تدعمه في حياته وفي معيشته، وعايز في نفس الوقت ان هو لما يحوش قرشين يعرف يستثمره. صح. فالقرشين اللي هو بيستثمرهم وعايز ان هو او اللي بيدخرهم وعايز ان هو يستثمرهم في مصر، دي كانت واحده من اوائل التوصيات الصادره عن مؤتمر الكيانات. خليني اقول لحضرتك حاجه، انا برضو بعد ما حلفت اليمين اكتشفت ان تاني يوم حلف اليمين، لا يا ربي، في نفس اليوم في نفس اليوم بتاع حلف اليمين، كانت زميلتي العزيزة النبيلة نبيلة كانت بتنظم مؤتمر للكيانات زي ما قلت لحضرتك. أيوة. مؤتمر الكيانات هي الجالية المصرية، وده مفروض ان هو كان الدورة الثالثة من المؤتمر ده، والمؤتمر ده كان مفروض ان هو يبتدي يوميها. وانا اللي بحلف اليمين الصبح، وبحلف اليمين في العالمين يعني، والمؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة. أيوه. ففي شبه استحالة إن أنا أحضر هذا المؤتمر في هذا اليوم. وفي نفس الوقت في شبه استحالة بالنسبة لي إن أنا ضيع الفرصة دي، لأن أنت أنا لسه بالقلم الرصاص لسه ما حلفتش حتى اليمين، ودول الناس اللي أنا هشتغل معاها والناس اللي أنا مفروض إن أنا أتعرف عليها، فرصة ذهبية. انت عندك 534 ما بين رئيس وعضو جالية وعضو فاعل في مجتمع حاضر اساسا في العاصمة الإدارية الجديدة، وانا بمنتهى السهولة كده اقول لا خلاص بقى، يعني قدر الله ما شاء فعل، خلي اي حد من المساعدين يروح يدير هذا المؤتمر. فطلبت من الحقيقه من فريق العمل في وزاره الهجره، وانا يعني بقدم لهم بكل يعني شكر، قلت لهم ممكن تعملوا لي بقى اول جميله قبل ما احلف اليمين، ممكن تقلبوا لي المؤتمر ده. يعني ايه تقلبوا لي المؤتمر ده؟ المؤتمر ده المفروض ان هو لثلاث ايام، يومين منهم هيبقوا جولات، الناس تروح تشوف المشروعات القومية الكبرى، تروح تشوف قناة السويس، تروح تشوف العاصمة الإدارية الجديدة، المشروعات القومية الكبيرة اللي موجودة فيها، تعمل جولات العشر من رمضان المصانع علشان يعرفوهم عملية التنمية شغالة إزاي في مصر. وفي يوم واحد هو المؤتمر عبارة عن 8 جلسات من الصبح لحد بالليل بيديرهم الوزير. المؤتمر اللي هو الفعلي اللي هي 8 جلسات بالإدارة مفروض أنه هو في أول يوم، واليومين اللي بالظبط كده. فقلت لهم ممكن تقلبوا لي تجيبوا اللي هو اليوم المؤتمر ده اخر يوم، واليومين الجولات اللي هو الفسح والفرجه وبتاع تبقوا اول يومين. فقالوا لي ممكن. طبعا انا ما صدقتش، انا ست اساسا جايه من وزاره الخارجيه، وعلشان تقلب مؤتمر زي ده بكده 360 درجه دي لا محتاجه كتير طبعا. يا نهار ابيض، كل حاجه انت بتغير كل حاجه. فبجانب بقى الناس اساسا اللي موجوده اللي هي في منهم ما كانوش ناويين يحضروا ده وهيحضروا ده وحواديت كده. فالحقيقه عملوا كده وكانت معجزه، كميه بقى الاتصالات المكوكيه والدنيا اتقلبت وبتاع، وده اللي حصل. فلما ده حصل بقيت انا قدرت ان انا اجي من العالمين وقابل زميلتي العزيزة نبيلة واستلم منها الملفات، وابتدي افكر احط استراتيجي، هنبتدي نشتغل على التكليفات الرئاسية اللي احنا واخدينها ازاي، وابتدي احط بقى ايه بصمة الهجرة الجديدة على كل هذه الملفات، وهنعمل ايه والابروتش يبقى ازاي ونتحرك ازاي استراتيجية عمل. وقدرت ان انا اجي احضر بقى اللي هو ثالث يوم اللي هو يوم المؤتمر. فلما حضرت ثالث يوم المؤتمر قدرت ان انا ادير 8 جلسات، كان في اوريدي خبراء احنا جايبينهم في كل موضوع من موضوعات النقاش اللي احنا عاملين بيها المؤتمر، وكل موضوع وكل جلسه خرجت بمجموعه من التوصيات. واحده من هذه الجلسات كانت غايه في الاهميه، بتتكلم على الاستثمار للمواطنين في الخارج في مصر.
ايه اللي المصريين في الخارج محتاجينه ومحتاجين ان هم يعملوه في استثمارهم في المستقبل. فكلهم بلا ادنى يعني منازع كانوا عندهم العديد من الافكار للاستثمار. اولا الجلسات النقاش ما كانتش بس ان احنا بنقول كلمات وبتاع، لا ده كانت نقاش وحوار طبعا. وفي تفاعل من القاعه واسئله واجوبه، وبعدين كان معايا المتخصصين. يعني لما بنتكلم في المشاكل القنصليه سيد سفير مساعد الوزير لشؤون القنصليه ومساعد وزير الخارجيه لشؤون القنصليه موجود معانا، الساده اللواءات، رئيس الجوازات، رئيس المصلحه بتاعه البطاقات الرقم القومي والسجل المدني، كلهم كانوا موجودين. فكان في تفاعل جامد. فبالنسبه لموضوعات الاستثمار كان الطلب العارم ان يبقى في شركه لاستثمار المصريين في الخارج في المشروعات القوميه الكبرى. حلو. ودي ما كانتش توصيه ورغبه من واحد، لا ده عدد من الناس والتوصيات كان بيبقى الموافقة عليها بالإنجليزي يقولك by acclamation يعني بالتسقيف، وده كان واحد من الرغبات. اتنين كانوا عايزين توسعة للبنوك المصرية تبقى بره. هم عايزين ليه توسعة للبنوك المصرية أساسا وتبقى بره؟ لأن هم عايزين يحطوا فلوسهم في البنوك المصرية. البنوك المصرية معروفة إن هي كل شوية كده بتطلع بفكرة بتعمل لهم حاجات مميزة، تعمل شهادات تدي لهم فوايد. صحيح. على حسابات، على حسابات الدخار بتاع. فهم عايزين فروع للبنوك المصرية في الخارج. وكان معانا ناس ممثلين للبنوك، عدد من البنوك المصرية، البريد المصري كمان كان موجود لأنه بيقدم خدمات بريدية وتحويلات وكده. وكان كل واحد باستفسار وكده، وكله بيصب في ناحية إن إحنا عايزين من مصر أوعية ادخارية تعملها لنا وتعمل لنا ميزات، عايزين إن أنتوا تشوفوا لنا يعني تحلوا لنا بعض المشاكل اللي إحنا محتاجينها، عايزين ان احنا يبقى معانا عربية لما ننزل، عايزين ان احنا مش عارفة. كل بقى الافكار والطلبات جت في هذه الجلسة. وطبعا انا هذه التوصيات كلها خدتها وخرجنا بيها وقريت عليهم التوصيات في كل جلسة. احنا انتهينا الى هذا، التوصيات اللي صدرت عن الجلسة، هذه الجلسة هي كذا وكذا، بحيث ان هم يبقوا موافقين على ان المؤتمر يخرج بهذه التوصيات. وفي الآخر نقلنا كل هذه التوصيات إلى معالي رئيس الوزراء. هي دي التوصيات الصادرة عن المؤتمر، وإن المصريين في الخارج عايزين، هي دي الحاجات اللي عايزين يحققوها في كل مجال من المجالات، في التعليم، في التأمين الصحي، في سيد رئيس الوزراء لما تعرضت عليه هذه التوصيات وافق عليها كلها، وركز على التوصية الخاصة بإنشاء شركة استثمارية للمصريين في الخارج في مصر. صدق على كده. صدق عليه. والتصديق جالي بعديها. احنا يعني انت متخيل ان تقرير عن مؤتمر وتوصيات وبتاع هياخد وقت، ومعالي رئيس الوزراء عنده مصر يعني مش عنده ملف بيقراه. في خلال يومين كانت جايالي الموافقة على كل هذه التوصيات، وقال دي بالذات تشتغلي عليها وتشتغلي عليها مع رئيس هيئة الاستثمار وتقولي لي عملته ايه وتتابعي معايا المقترح. وانا عارفة حضرتك ليه متحمس لفكرة الصندوق، لان الصندوق سهل طبعا، والصندوق كويك امباكت لو انت اشتغلت عليه صح، ممكن يبقى يعني يبقى تأثيره سريع وتأثيره سريع ولو قدرته صح ممكن يبقى ايجابي، الايكويتي فبيبقى يعني بالزبط. شيء مضمون 100% لاي حد. بالظبط الريسك فيه او التهور في الاستثمار قليل. بس مش كل المستثمرين عايزين كده. احنا عندنا مستثمرين بحقه حقيقي.